هنروح بقى للزمالك والنتائج اللي احنا الحمد لله محققينها، سواء على بيراميدز او على الجونه، والحمد لله احنا عاملين اداء ولا اروع. رايك في الاداء الاخير لنادي الزمالك؟ انا بصراحه كنت خايف، كنت قلقان، لان بعد ماتش بيراميدز اللي انت تعمل سكور على ماتش على فرقه تقيله زي دي وفي ورايح ارضهم. الجون ورايح تلعب الجونه في الجونه، لا انا بتكلم على ماتش بيراميدز احنا ادينا بشكل كويس جدا، فكل الناس قالت لا الماتش وفي غيابات وفي ناس مش هتلعب، والحمد لله مستر فييرا ادينا ثقه واثبت للجميع ان نادي الزمالك مش بيقف على حد. طبعا في لعيبه كبيره جدا فرقت معانا كسبتنا واحنا فخورين بيها، واولهم بن شرقي. انا عاوز اقول لجمهورنا الزمالك بن شرقي خرج من الباب الكبير قوي لجمهور ومجلس الاداره، ودي تتحسب له، غير ناس تانية خرجت بشكل مش كويس بعد ما عملت، يعني كانت عملت انجازات كبيره، بس الجمهور عامه احنا كزملكاويه قلبنا ابيض ودايما ورا اولادنا حتى لو اخطاوا. فانا بتكلم مستر فييرا عمل حاجه كويسه جدا، اللي هو مش فارق معاك حد، يعني انا دلوقتي مش قلقان، امام عاشور مش هيلعب ماتش المقصه، حسام عبد المجيد مش هيلعب ماتش المقصه، مش قلقان، لان الراجل قدر يخلق حاجه جديده جوه الفريق، روح حلوه جدا، مين بيلعب مش فارق، هي منظومه بنلعب بيها وطريقه بنلعب بيها كل حافظها خلاص، يعني زي الشطرنج كده. كنا لسه بنقول يعني مصر المقصه محتاج ان هو يكسب كل مبارياته عشان اللي جايه، ويتابع كمان الفرق، بالظبط، وعشان للاسف لو مصر فهتبقى مباراه المقصه صعبه. الاخر مؤمل له، يعني لو خسر بالظبط. رسمي نزل حتى لو كسب الاربع مباريات الاخيره. فطبعا هنا بتيجي في صعوبه المباراه شويه، الراجل بيلعب لاخر نفس وده حقهم الشرعي، بس انا بطمن الناس لو الزمالك، لو لعيبه نادي الزمالك نزلت خدت الموضوع بجديه، اتوقع ان شاء الله اللي هي المباراه هتبقى مش سهله قوي، بس هتبقى في المستطاع ان شاء الله ان احنا نقدر نكسبها ونريح نفسنا، وان شاء الله باذن الله نقدر بعديها على طول نبدا بقى نشوف الماتشات اللي بعدها، لاننا بعد المقصه هناخد هدنه شويه من الدوري العام، هنلعب بقى مباراه كاس كاس مصر مع الاسماعيلي. مع الاسماعيلي في دور 16، وطبعا الاسماعيلي مع كابتن حمزه الجمل الفتره اللي فاتت دي عمل نتائج اكتر من روعه ومنتعش، وماتشات الكاس طبعا ملهاش مقياس. مفاجآت. فاحنا ناخد حاجه حاجه ان شاء الله، اتوقع ماتش يوم الثلاثاء ان شاء الله اللي هتبقى مباراه قويه نديه، واتمنى لا التوفيق. مباراه كاس مصر هتبقى يوم الاثنين، الاثنين، ما هو يوم 15/8. ما احنا هنلعب الثلاث اللي جاي، وبعد كده هنلعب هنلعب الثلاث الجاي مصر مقصه، بعد بالظبط كده الاسماعيلي، بعد بعد كده الاسماعيلي الاثنين، وبعد كده هنلعب الجمعه ان شاء الله مع فاركو في اسكندريه، في ودي اسكندريه نتهيألي يعني اتمنى ان شاء الله اللي تبقى مباراه التتويج ان شاء الله مباراه التتويج يا باذن رب ان الله. شاء الله. كنت تتوقع تألق نيمار وحسام عبد المجيد إلى هذا الحد؟ لا بصراحة لا، يعني كنت متوقع اللي هم بعد سنتين ثلاثة يعملوا كده، كنت متوقع أنه ممكن ينزلوا يأدوا اللي عليهم وبس. بالظبط. يعني أنا قلت ممكن مستر فيرا يعني يستعين بيهم في بعض المباريات، بس مرة واحدة اللي هم خلاص بقوا من الأعمدة الأساسية دي كم مباراة ورا بعض، دي اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي، وهم قادرين بيها وقدروا يحافظوا عليها وده حقهم الشرعي. هي الفرصة لما بتيجي لحد فعلا، هو يعني حسام عبد المجيد هي خدماته، اللي محمود علاء كان مصاب وقبليه كان محمد عبد الغني، فقدر يلعب جنب الونش بشكل كويس، فحتى لما رجع محمود عبد علاء ومحمد عبد الغني، لا الراجل قال لك لا ده هو نمره اتنين بعد الونش عندي، يعني هو الونش نمره واحد طبعا خط الدفاع، نمره اتنين بقى حسام دلوقتي، وبعد كده الاثنين التانيين. عبد الغني بيلعب بشكل كويس برضو، عاوز اديله حقه، اللي مستر فييرا اكتشفه في الحته دي نمره سته، احنا كان عندنا مشكله بس كبيره بعد طارق بس حامد، يعني عبد الغني هو اكتشفه في مكان تاني. طبعا 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 نمره سته، لان عبد الغني كنا عارفين اللي هو سيرد باك بحت، وساعه ما بيلعب عاوز يامن ورا بيلعب باك رايت في طريقه اربعه، فهي لما يلعب ثلاثه وقدامهم عبد الغني، دي اللي كان الاكتشاف بالنسبه لي. عبد الغني كورته كويسه، هي مشكله عبد الغني اللي هو كان في سن بطء، فقدر ينميها مستر فييرا، قدر يديله تعليمات، هو بيقطع وبيغطي بشكل كويس ومالي قلب الملعب بشكل كويس جدا، فانا شايف الحته دي اللي هو الونش ما بيلعب وعلى شماله حسام، وكمان يعني المفاجاه اللي بالنسبه لي المسلوسي، لان المسلوسي قبل الاصابه اكتشاف يعني برضه بصراحه، يعني عاوز اقول لك كان اداء سيء جدا، اداء كل زملكاويه بما فيهم مجلس الاداره كانوا زعلانين منه، بس لما رجع بشكل قوي قدر يوظفه،
كان محتاج يتأقلم وياخد على الأجواء. لا هو لعيب طبعا منتخب ولعيب كبير في منتخب تونس، هو كمان وسيف الجزيري، يعني الاثنين دول من اكتر اثنين المسلوسي، واحنا عارفين ان هو لعيب كبير ولعيب ليه تاريخ يعني. تمام طبعا. فلا مستر فيرا عامل حاله كويسه جدا، مخلي فيه تنافس شريف ما بينهم، ممكن لعيب يبقى سوبر وتاني ماتش تلاقيه احتياطي، ما فيش ادنى مشكله. بص، ما برضه مستر فيرا عنده ميزه انا بشوفها من الحاجات بجد اللي تميزه. احنا بنقول ايه؟ ان الظروف خدمت حسام عبد المجيد، ولكن انا بشوف ان اصلا فريرا ما عندوش الحته دي، يعني هو ما عندوش ان فلان افضل من فلان او فلان احسن من فلان، لا هو ما فيش ترتيب، ودي ميزه، وده على فكره هو ده الانتصار وهو ده الصح، ان انا ما عنديش حاجه اسمها ده اللاعب وده اللاعب، لا انا عندي كل لعيبه واحد، المباراه دي محتاجه مين فانا بدفع بيه في هذه المباراه، كل واحد حسب الستايل بتاعه حسب الفرقه اللي احنا هنلعبها، ولكن ما بيبقاش عنده. دي فعلا من الحاجات اللي بتميزه، ومن الحاجات كمان اللي احنا مميزين بيها في الزمالك. احنا ما عندناش لاعب ممكن نميزه عن حد، وده اللي يخليك بقى ايه النتيجه، ان انت في الاخر ما بتتاثرش بغياب. يعني انت عندك غياب لامام وعبد المجيد، وطبعا هم لعيبه كبار، ربما يعني في احتماليه ان هو يقدر يكون في القايمه، يعني هنتاكد من ده بعدين، ولكن عايزين نقول ان اي حد داخل القلعه البيضاء هو فريرا عنده النقطه دي جدا، لسبب اصلا انتصار، ان انت لو عندك حد غايب عندي اللاعب التاني هو نفس المستوى هيأدي نفس الاداء، لان في النهايه هي بتاعت المدير الفني. تمام. انا اللي بعرف، انا على فكره انا ممكن يبقى عندي احسن لاعب في العالم، بس انا كمدير فني انا مش عارف اوجهه صح. انا مش عارف اخرج منه احسن ما فيه. تمام. لكن انا كمدير فني ايا كان مين اللاعب معايا انا اللي بخرج منه. تمام. هو مين يعني؟ مثلا نيمار كان بيلعب جناح شمال، دلوقتي نيمار بيلعب وسط ايمن، اكتشاف برضه في هذا في هذا المركز. تمام. فهو عبد الغني زي ما قلنا، بالظبط عبد الغني برضه قعدت اكتشاف في مركز تاني، فهي الفكره كلها ان انا عندي، والمسلوسي. تمام. ان انا كمدير فني انا اللي بطلع. تمام. انا اللي بعرف اطلع من اللاعب موهبته، لان في النهايه اكيد انا عندي لاعب موهوب. تمام. لا احنا عاوزين نقولها للمستمعين بس عايز اقول لك ان اوباما مش يعني هيكون ان شاء الله من ضمن القايمه، ما عندوش ايقاف وهيكون موجود من ضمن القايمه ان شاء الله.